ودع المنتخب الألماني نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا من الدور الأول للمرة الأولى منذ عام 1938. أما الأسباب فهي كثيرة، فالبعض أرجعها لعدم ولاء بعض اللاعبين للمنتخب مثل مسعود أوزيل وإلكاي غوندوغان، فيما كانت أحد الأسباب أيضا برأي البعض الآخر هي اختيارات المدرب يواكيم لوف الذي استبعد لوروا سانيه لاعب مانشستر سيتي من القائمة النهائية، وهو الذي حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في البريمير ليج. ولعل الفراغ الذي تركه كل من باستيان شفاينشتايجر وفيليب لام والمهاجم ميروسلاف كلوزا كان له الوقع الأكبر على وداع أبطال العالم لهذا المونديال من مرحلة المجموعات.